يلا. ها في نمبر هنا. كنت نمبر 7. تمام، الناس لسه بتدخل. يلا في نمبر 7 بقول هنا هوت. لا لسه مش 7، انا نمبر 6 لسه، لسه بشرح في نمبر 6. ليه هنا ما قلتش ريد مع انها ماضي وقلت واز ريدنج وهي ماضي ايضا، ماضي مستمر؟ لان انا عندي كلمه زين هي تمياده، زين دي اصلها في الكلام المباشر كلمه ناو، زين في المباشر اصلها ناو، يبقى كان اصل الجمله هي سيد اي ام ريدنج، I am reading a story now. I am reading a story now. لما تحولت بقت was reading then. Was reading then. عشان كده أنا بختار الماضي المستمر مش الماضي البسيط. تمام يا ميادة؟ فهمت؟ was reading. Number 7 يا نور. The mirrors are arranged by the tower. لا. لوجي. On the tower. Around the tower. Around the tower. حول. Around the tower. Number 8. سلمى. In our math exam, we are allowed to use a calculator. Calculator. Number 9 يا مجدي. Renewable energy. Always. يا راجل حرام عليك، ده انت هتتضرب، هتنضرب. نيفر يعني سير ولا ايه؟ نيفر يا حبيبي على طول. رانز اوت، ده اول جمله عندك في القطعه يا مجدي. اول ما جبتش مذكره اصلا. اول جمله في القطعه قلنا رينيوبل انرجي، الطاقه المتجدده، نيفر رانز اوت، لا تنفذ، ما بتخلصي، يبقى نيفر رانز اوت. جمله نمبر 10 يلا يا حمزه. Geothermal energy comes from hot rocks. Hot rocks. الجملة الأولى في الريرايت. They said we are engineers. يلا يا لارا. They said that they were engineers. They were engineers. They were engineers. عبد السلام. He said to me I am a geologist. عبد السلام. لسه. طيب يلا يا نور على ما يدخل. نور. He told me he was a geologist. بس كده. He told me that he was a geologist. He told me that he was a geologist. Number 3. ميادة. She told me that she could play the guitar. رجعها لي لأصلها. She said to me but I can play the guitar. برافو. أيوة كده تمام. I can play. يلا يا شهد. Number 4. تبقى they said that they will traveling to Aswan next day. The next day أو the following day. The next day أو the following day. وهنا تبقى they were traveling. برافو. Number 5. يلا يا أسيل. He said to me I am writing a letter now. أسيل موجودة؟ طلعت أسيل. رتاج. رتاج حسن. يلا يا ريج. He said that. لا ما احنا قلنا said to بحولها لتولد. said to بحولها told. يبقى he told me that. He told me that he was writing a letter then. عشان ناوي اكتب then. then. تمام. تبقى was writing صح؟ ايوه. ايوه طبعا he was writing. قلنا بنحول الماضي منه، لو مضارع بسيط بحوله ماضي بسيط، مضارع مستمر احوله ماضي مستمر، مضارع تام احوله ماضي تام. فلما يقول لي I am writing يبقى الماضي was writing.
تمام يا سلمى؟ تمام يا شيخ. What does the earth have؟ أول سؤال عندي هنا أحمد إمام. What does the earth have؟ The earth has natural energy. Thank you. براء. Is natural energy renewable? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. محمد وائل. Does natural energy run out? No, it doesn't. No, it doesn't. يا مجدي. ما حضرتك يا شيخ. لو قلنا نفس السؤال الثالث. Does natural energy run out? هل بتنفذ الطاقة ديت؟ No. No, it doesn't. اللي هي بتساوي no, it never runs out. No, it never runs out. Number four. يلا عايزين بنات. فين البنات؟ يلا يا لارا. لارا. وبعدها تسنيم. لارا. We can see water in. Oceans. تسنيم. Wind blows around the. Planet اللي هي الثالثة. Number six. يلا يا حبيبة. Water is one of the liquids. بعد كده الريدر دي مش بتاعتنا. يقول لي اتكلم عن الويف انرجي. اتكلم عن الويف انرجي. هات لي جزئية الرايتنج. Questions. I read magazines in my spare time. وقلنا spare time بتساوي free time أو leisure time. عايز سؤال هنا. What do you do in your spare time? لا. نسمع بس. لما أقول I read magazine in my spare time. In my spare time هي اللي تحتها خط. يبقى هسأل هنا يا براء. ما ينفعش أسأل بوات. أنا هسأل بإيه؟ When لان ده وقت عنده اهو. ده تايم قدامي اهو. يبقى اقول له when do you read magazines. When do you read magazines. Number two. يا ميادة. Yes, Iceland has many geothermal power stations. Has Iceland many. استني. قلنا طبعا لما يبقى عندي has بس هسأل بdoes. إنما لو has got أو has وتصريف ثالث بسأل بهاز. يبقى هنا ما ينفعش أبدأ بهاز. هبدأ هنا بدز. يبقى دز Iceland. Have. وكمل الجملة. يبقى دز Iceland have. دز Iceland have. الواد مصطفى فين؟ هنا. أنت داخل باسم مين يا مصطفى؟ إيه؟ داخل باسم مين؟ داخل باسم مصطفى احمد. طيب يا مصطفى ما تجاوبش ليه؟ ما انت مش بتسالني اصلا. اتفضل. المحادثه الاولى بقول زميد يير هوليداي ويل ستارت نيكست ويك. اجازه نص السنه هتبدا الاسبوع اللي جاي. وسالنا سؤال قال لي ان اسوان. وير ديد زميد يير ويل ستارت. يا راجل ده الراجل قال لك ويل اهي وبعد كده بيقول لك ويل اهي وبعد كده بيقول لك ويل اهي. يبقى اقول له ديد ازاي يا مصطفى؟ هقول له يا محمد يا وائل. وير ويل يو جو؟ ممكن بس هنا انا بقول لك ان اسوان. انا بقول ان اسوان ما قلتش تو اسوان. لو تو أسوان هقول لك جو. مين جاهز؟ أنا. قولي يا سامي. يا سامي وحضرتك شيء. Where will you stay؟ ممكن أقول له where will you. ماشي بس مش stay أفضل. الأفضل إن أقول له where will you spend it. Where will you spend it. هتقضيها فين؟ أجازة نص السنة قربت. الأسبوع اللي جاي هتقضيها فين؟ Where will you spend it؟ Where will you spend it؟ قال لي هنا أسوان.
وادي سيل قلت وير ويل يو جو. ما احنا قلنا انا لسه قايل لزميلك دلوقتي يا سلمى صحصح لو جو لو هو قايل لي تو اسوان لو قايل لي تو اسوان انما لما اقول لك ان اسوان في اسوان يبقى انت بتقولي لي انت هتقضيها فين في اسوان مش اقول لك هتذهب فين تقولي لي في اسوان تمام يبقى وير ويل يو سبند ات وير ويل يو سبند ات وممكن اقول ستاي زي ما سما قالت يبقى وير ويل وير ويل يو سبند ات وير ويل يو سبند ات هاو ويل يو جو ذير هتروح هناك ازاي بقى حنين I will go there by car. I will go there by يا إما plane أفضل يا train يا plane يا train وممكن أقول car عادي ما فيش مشكلة بس طبعا يعني ندي الحاجة على قد اللي طلباه فهنا لما أروح أسوان أنا بروح أسوان طبعا by plane أو by train النقطة اللي بعدها بسأل سؤال قال لي no يا جنى I will go with my family لا ده انا هروح مع الاسره will you go with your friends هو انت هتروح مع اصحابك will you go with friends ماشي will you go alone will you go alone هو انت هتروح لوحدك بمفردك لا ده انا رايح مع الاسره يبقى يا اما تقول لي اي حد غير الاسره او انك رايح لوحدك يبقى will you go alone ماشي will you go with friends ماشي بعد كده I wish you spend a happy time طالما حد بيوشني أو حد بيهبني حد بيوشني أو حد بيهبني بقول له إيه في الآخر thanks. شكرا أو thank you تمام يلا نكمل العشر جمل دول what do you know about what do you know about number two this is how the power station works the wave power station works طيب نقطة تانية the water here is moving all the time all the time المية هنا بتتحرك طول الوقت Nora said that she a nurse he was a nurse My son said that he the game one عبد السلام ماضية هي نجلاء said that she the floor with the renewable energy never runs يا مجدي مجدي never runs out it's dangerous to be near a volcano When it erupts, لما بينفجر أو بيصور. My friend said that he felt. دعاء that. She made a mistake in her test. ما said that. Said that. Miss Amal said that she wanted a final revision. Miss Amal said, وديني أصل الجملة. I want سما محمود Miss that I wanted صح I wanted تفضل زي ما هي wanted I want a final revision I want a final revision سما سامي Amin said we are in a hurry that he was in a hurry لا ما قالش he was لأن الجملة عندي we يبقى they were in a hurry they were مصطفى بطل لعب وانت أمجد said my pen is broken مصطفى أمجد said that His pen was broken. يلا يا لارا وريد عند حسن said that they were bored. وريد عند حسن said we are bored. I am a firefighter said the man. يلا يا عبد السلام.
عبد السلام بسرعة. أقول أنا سير؟ قول يا مجد. The man said that he is a firefighter. The man said that he was a firefighter. ما أنا مش هقعد جنبكم في الامتحان. أنا مش هبقى جنبكم في الامتحان هقعد أفكركم. That he was a firefighter. تمام يا مجدي؟ بعد كده هكمل الجزء الباقي في الامتحان ده. هروح بعد كده مديني جزئية ريدنج يا ريت نقراها الصفحة ديت بتاعت الريفيو المراجعة. مطلوب مني حفظ الكلمات الجديدة للدرس اللي هو الخاص بالريفيجن المراجعة وعليها امتحان. الامتحان ده على يونت 1 و 2. الامتحان ده جزئية ريفيجن على 1 و 2 مع بعض. يعني مهم مهم جدا، مش هقول مهم بس. ليه؟ لأنه جايب لي جمل الوحدة الأولى وجمل الوحدة الثانية. تمام؟ يبقى ده اهم امتحان قابلنا لحد النهارده اللي هو الاكزام اللي موجود عندي على 1 و 2. طيب جزئيه الكلمات الجديده هنا مديني سبورتس وومن، سيده رياضيه، دايري اللي هي مذكره او مفكره، برايمري سكول مدرسه ابتدائي، هيستوري، فيفوريت، اولد، ماب، دو ا بروجكت، مع كلمه بروجكت بتصبغ بدو، سبورتس مان، تيربل، ديزاستر بمعنى كارثه، كروس هنا صفة بمعنى غضبان بتساوي كلمة angry، buildings، funny، team، happen، find، found، find out، found out يا وائل، burn وburned أو burnet، meet، met، win والماضي منها one. جزئية definitions أو أهم الكلمات في جزئية المراجعة مديني كلمة project، يعني project اللي هي مشروع أو نشاط، قلنا a piece of work often involving many people بيتضمن او بيشمل ناس كتيره، that is planned مخطط له طبعا and organized carefully ومخطط له منظم له بطريقه جيده، primary school is education of children تعليم الاطفال in their first years at school في سنينهم الاولى في الدراسه او في المدرسه اللي هي بقول at the age of six بتبدا عند سن السادسة، دي بسميها البرايمري سكول. الدايري، دايري مش ديري، دايري قلنا بوك in which you write down what happens to you each day أو every day اللي هي المذكرة يعني اللي بكتب فيها كل اللي بيحصل لي يوميا. ديزاستر قلنا بمعنى كارثة. An event that causes a lot of harm or damage هو عبارة عن حدث اللي بيسبب كتير من الهارم، الأذى أو الضرر أو التلف، ده بسميها disaster، كارثة. تعال نبص على الجملة دي كده، بيقول لي we couldn't go outside to do sport، ما قدرناش نخرج برا عشان نمارس الرياضة بتاعتنا. ليه؟ قال لي because it was still raining، because it was raining، لأن الدنيا كانت لسه بتمطر. هنا هنربط في استخدامنا لكودنت والمصدر اللي بتعبر عن الماضي واستخدام او وجود جملة الماضي المستمر اللي هو was و ing، يبقى we couldn't because it was، we couldn't because it was. امال لو قلت we can't هقول له because ايه؟ because it is، because it is. we can't because it is، we can't مش هنقدر because it is raining لأنها بتشتي دلوقتي، we couldn't ما قدرناش because it was raining لأنها كانت بتشتي. تمام يا شباب؟ ما انساش قبل كلمة sport بستخدم الفعل do اللي بيساوي كلمة play هنا، يبقى do sport بتساوي play sport، do sport بتساوي play sport. وما ننساش ان احنا قلنا do مع project برضو من الحاجات المهمة اللي بيجيبوها لنا في الأسئلة. هحل الامتحان اللي على اليونت او جزئيه الريفيجن دي، وبعد كده نجهز ان شاء الله بقى ليونت 3 و4 وجزئيه الستوري. نشد حيلنا شويه، مفيش وقت للعب والهزار. الناس اللي لسه لحد النهارده مكسله تجيب المذكره، ما حدش يسالني عن حاجه بعد كده. تمام؟